مادة قانونية جديدة تعاقب على التجاوزات اللفظية الخادشة للحياء في الأماكن العامة اقترحها النائب البرلماني وحيد السيد الشيخ انطلاقا من تجربته في المحاماة، إذ يؤكد أن نسبة كبيرة من قضايا الضرب والجرح في المحاكم سببها الأول السب والشتم، ما يستدعي حسبه تشديد العقوبات لكبح هذه الظاهرة. أهمية هذا القانون أنه لا يمكن تصور أنه يكون مجتمع لو كان ما يكونش فيه هنالك النظام، والنظام هذا يقوم على الاحترام، والإنسان ولا ما يقدرش يخرج في الأماكن العمومية مع زوجته ولا مع أبنائه ولا يسمع واحد العبارات، وكاين بعض الحالات اللي كاين اللي ما يتقبلش يسمع هذا الكلام وانتهت بشجار، ويلقى روحه إنسان خارج مع زوجته ولا مع والدته أو بسبب تهور شخص آخر يلقى روحه في العدالة بجرائم الضرب والجرح. ظاهرة التلفظ بالكلام القبيح تنتشر بشكل ملحوظ باعتراف الجزائريين أنفسهم، ما يجعل من الحفاظ على الاحترام والحق في تقاسم الفضاءات العامة أمرا صعب التحقيق، ومحاربة هذا الأمر لا يجب أن تصل إلى حد السجن حسب كثيرين. يعني نسمعوا كلام بزاف فاحش، واحد يكون مع اخته مع مرته مع يماه ولا غير حشومه بزاف هكا باش يتربى ومزيدوش يعاودوا باش ينقص شويه من هذه الظاهره تاع السب والشتم في الشوارع. احنا كدوله مسلمه محافظه يعني لحقنا الشباب تاعنا هذو يعني ولاو يتكلموا كلام هذا فاحش هذا في الشارع بدون يعني عقاب. اليوم القانون هذايا كيكون فيها عقاب، يعني الانسان اي دوله في العالم تطورت بالشيء هذايا كيكون عندك قانون يكون عندك عقاب، يولي الانسان يغلط خطره ما يزيدش يغلط. في الاثناء يرى حقوقيون ان تحصين الفضاء العام من العنف اللفظي امر مطلوب، غير ان اليات تطبيق القانون وطرق اثبات التجاوز وكيفيات التبليغ تبقى غير قابله للتطبيق الفعلي. السب والشتم والقدح والكلام البذيء والفاحش وغير ذلك من المسائل حقيقة مثل ما ذكرتم ليست بالأمر الهين أن نثبتها، ولكن التبليغ عنها هذا يدخل في إطار يعني في إطار المواطنة، وعلينا جميعا أن نمارس مواطنتنا، أن نبلغ عن أي جرم من شأنه أن يلحق الأذى أو يلحق الضرر. ويتطلب تطبيق هذا القانون حسب متابعين تفعيل دور شرطة الآداب العامة وتنظيم حملات توعية تمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد هي الأخرى انفلاتا لفظيا يهدد جميع الشرائح في مقدمتها الأطفال. تدعم فئات كثيرة من المجتمع الجزائري فرض عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكاب تجاوزات لفظية في الأماكن العامة، مع المطالبة بتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في رفع حس المواطنة وفرض احترام حقوق وحريات الآخرين في الفضاءات المشتركة. محمد برغل، الحرة، الجزائر. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر السيد عبد الحفيظ كورتال، محام وحقوقي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. يعني برأيك ما الذي استدعى يعني هذه المادة في قانون العقوبات، وهل وصل حد التلفظ يعني بالعبارات الخادشة للحياء في الأماكن العامة بالجزائر حد الردع بالقانون؟ طبعا الأماكن العامة هي أماكن مشتركة وأجزاء مشتركة بين كل المواطنين. هذا نص هذه المادة هو استحداث فقط، قبل ولم يكن محل تعديل، ولكن استحداث لمادة جديدة تعاقب من 6 أشهر إلى بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بين 50. هذا الاقتراح طبعا الذي تم المصادقة عليه ولا يزال لم يدخل حيز التنفيذ، غرامة مالية تقدر بين 50,000 إلى 100,000 دينار، أي ما يعادل 300 دولار إلى 600 دولار مع عقوبة الحبس مع الغرامة. أعتقد بأن الأماكن العامة تقع تحت مسؤولية الدولة أن توفر فيها الطمأنينة والسكينة وواجب الاحترام الذي لابد أن يكون متوفر من طرف كل رواد هذه الأماكن. نتحدث هنا عن فضاء التسلية، عن مراكز تجارية، عن حدائق عمومية، عن كل فضاء مشترك يجمع الأشخاص والعائلات. لذلك لا أعتقد بأن هذه المادة مثيرة للجدل، لأنها كانت مطلب الكثير من الجمعيات والكثير من العائلات الجزائرية التي طالبت بتوفير جو من الاحترام نظرا لظهور أجيال، أعتقد أنها تشترك فيها كل الدول العربية ظهور أجيال
يعني نعم. ما أثار جدل ربما هو يعني إمكانية تطبيق هذه المادة من العقوبات. يعني بعض الحقوقيين قالوا إن هذا يعني عمليا من الصعب يعني إثبات هذا اللفظ أو ذاك على أحد المواطنين في الأماكن العامة. فعلا حقيقة ممارسو القضاء أو الذين يحتكون بالجهاز القضائي يعلمون بأن القاضي لا يحكم على الأشخاص إلا بالأدلة والقرائن الدامغة. لذلك أعتقد بأن نص المادة كان يجب أن يتضمن آليات وطرق ومن يملك الحق في تقديم الشكوى، خاصة بأن هذه المخالفة تعتبر مخالفة تمس بكل المجتمع. إذن هل يحق للشخص العادي أن يتقدم بالشكوى؟ ماذا عن الأماكن التي لا يتوفر فيها رجال الأمن ورجال الشرطة؟ كيف سيتم ضبط هذا المخالف؟ من سيقوم بهذه المهمة؟ نعم. كيف ستتم المتابعة؟ هل يتطلب الأمر وجود شهود؟ هم سيتم اللجوء إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة من كاميرات المراقبة؟ نعم. وربما يفتح الباب مثلا البعض يتخوف من اتهامات كيدية مثلا. نعم، هذه إشكالات حقيقية يطرحها رجال القانون، لأنهم يدركون جيدا أن تقديم أي مخالف أمام القضاء لابد أن يكون بملف صلب وليس هكذا فقط بمجرد محاضر ومجرد اتهام لأي كان، لأن هناك أيضا حقوق الأشخاص ربما تنتهي في الأخير بتبرئة هؤلاء الأشخاص الذين سيقدمون إلى العدالة. ولكن دعني أقول لك بأن الفكرة طيبة، على الأقل هي بداية لوضع حد للكثير من التجاوزات التي تعيشها الأماكن العمومية، التي جعلت من العائلات لا تخرج إلى هذه الأماكن، أصبحت تعزف عن الولوج إلى هذه الأماكن نتيجة هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمعات العربية طبعا، وأخص بالذكر هنا دولة الجزائر أيضا. نعم. طيب البعض يعني يقول يعني مثل هذا الدور قد يلعب أو تلعب فيه الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في تربية النشأ ويعني التهذيب الناس بين ظفرين، إلى أي حد يمكن لهذا أن يكون له يعني دور في هذا المجال برأيك سيد الحفيظ؟ طبعا هذا ينطلق من فكرة أنه لا يمكن ردع كل الجرائم عن طريق العقوبة. العقوبة والسجن ليست دائما حلا، هناك الكثير من الجرائم التي تم تشريع الكثير من العقوبات القاسية لردعها ولكنها استمرت. لذلك أعتقد بأن هذا تفكير عميق لأجل وعد هذه الظواهر في مهدها. لابد من تربية الأجيال، لابد من إعادة الدور للمعلم وللمدرسة، لابد من إعادة الدور إلى الدور التربوي للعائلة ولأصدقاء العائلة ولأفراد العائلة. الآن نعيش إشكالية أن الأطفال أصبحوا ربما معزولين داخل المدرسة وداخل المجتمع، لذلك تحاط بهم الأمراض النفسية التي تجعل من الأحداث خاصة القصر هم الفئة الأولى المعنية بارتكاب هذه المخالفات. لذلك أعتقد بأن التفكير عميق جدا. نعم. تفكير وعد هذه الجريمة عن طريق التحسيس وعن طريق إعادة أساليب التربية، على الأقل أساليب التربية القديمة. نعم. ما هي الأسباب برأيك يا سيد عبد الحفيظ التي يعني دفعت هذه الظاهرة لتكون يعني منتشرة بهذا الشكل الذي استدعى مادة في القانون أو في قانون العقوبات لردعها؟ هل هي أسباب يعني اجتماعية؟ البعض يقول ربما وسائل التواصل الاجتماعي، الانفتاح على المجتمع الخارجي. لا، سأكون صريحا معك. أول هذه الأسباب هي أسباب اجتماعية مرتبطة بأوضاع نفسية نتيجة عن وضع معين، ولكن أيضا هناك فكرة أيضا ربما تعرفها كل الشعوب العربية، هي ظاهرة استهلاك المخدرات والأقراص المهلوثة التي ربما طغت على الكثير من المجتمعات وفئات معينة، خاصة أقول فئة الشباب وفئة القصر من الجنسين. لذلك تأثير كل هذه العوامل يدفع بهؤلاء الشباب وهؤلاء القصر إلى محاولة التمرد على المجتمع وعلى أخلاق المجتمع، و محاولة لفت الانتباه عن طريق الذهاب إلى هذه الأماكن العامة، لفت انتباه الجميع والعائلات وكل المجتمع. ولكن في جميع الحالات هذا الفعل معاقب عليه في كل العالم، ليس فقط كمادة في قانون العقوبات الجزائري، ولكن أعتقد بأن كل العالم الذين شرعوا هذه المادة منذ عشرات السنين، وهناك دول أخرى ستلحق، لأن إن كانت السكينة متوفرة في بعض الدول لكنها
ليست دائمة. باعتقادك هل هناك حلول أخرى يمكن أن تلجأ لها الدولة غير العقوبات؟ لا أعتقد، أقول بأن الجانب الوقائي مهم جدا، وهو جانب يختلف عن الجانب الردعي. لابد أن يكون توعوي في إطار حملات تحسينية، ولكن نعم ولكنها لا تأتي في كثير من الأحيان بنتائج. يعني هناك حملات تحسيسية تمارس لمحاربة المخدرات ولكنها لا تأتي بنتائج كالنتائج المرجوة. لذلك أعتقد بأن مجرد التلويح بالسيف، مجرد التلويح بالعقوبة، بعقوبة 6 أشهر وبالغرامة، ستكون على الأقل مخيفة بعض الشيء لكثير من الأشخاص، وستقلل بعض الشيء ل عدم ارتكاب هذه المخالفات في الأماكن العمومية. هذا كبداية فقط، يعني التجربة جديدة وبداية فقط، ولكن أعتقد مع الوقت سيتم إيجاد آليات أخرى لكبح هذه الجريمة ولعدم الاستياق وراء ملفات وهمية أو وراء متابعات قضائية لتبينتي. من الجزائر السيد عبد الحفيظ كورتال محامي وحقوقي، شكرا جزيلا لك.